الحقيقة أنه هل تعلم الحكومات كلها كل الحكومات هل تعلم عدد القوات الأمريكية الموجودة؟ هل معقولة راح تنسحب ينسحبون الأمريكان ويتركون الجبل بما حمل إلى إيران أو إلى الفصائل أو شيء؟ وأنه يعني حتى الحديث عن إذن أكو قلق، أكو قلق من موضوع أنه ممكن هذا الفراغ الأمني ما ينسحب من الأمريكان أن تملأ الفصائل. ما راح، ماكو فراغ على الله هسه، على الله تتمكن الفصائل أن تملأ هذا الفراغ، ما تستطيع. العملية كلها برمتها تحت الحماية الأمريكية. بمجرد انسحابها راح تنهار كل ما تم بناءه خلالها، كلها راح تنهار.